ب 8000 جنيه قدر انه يعمل عربية امريكاني فيها كل الامكانيات اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش كمان. يعني لو بتفكر تشتري عربية والظروف مش مساعدة معاك، اشتري عزة وانت مغمض، لانها معروضة للبيع وبسعر خيالي. ايه تفاصيل العربية عزة وصاحبها عارضها بكام؟ وايه الميزة اللي فيها ومش هتلاقيها في اي عربية تانية؟ كل ده واكتر هتعرفوا معانا، بس تابعنا للاخر. دماغ المصريين ما بتقفش وعلى طول شغالة، ما هو معروف بجبروته، المصري لو صمم على حاجة هيعملها، يعني هيعملها. زي كده ما عمل شخص كان نفسه يشتري عربية، بس لما لقى ان العربيات اسعارها في الطالع واقل عربية معدية 500,000 جنيه، قال لنفسه ايه اللي يخليني اشتري عربية بكل المبلغ ده؟ انا هعملها بنفسي من غير ما تكلفني اكتر من 10,000 جنيه. وفعلا نجح انه يعمل عربية محترمة كلها امكانيات ب 8000 جنيه وبس، وفي شهر واحد. مش بقولك المصري ما فيش حاجة تقف قدامه؟ اللي بنتكلم عنه ده اسمه أشرف المصري، من محافظة طنطا وعنده 45 سنة. أشرف من وهو صغير بيشتغل في العربيات من وقت ما كان عنده 9 سنين، يعني كار العربيات مش جديد عليه، ده معجون فيه من صغره. والحقيقة إن الظروف هي اللي خلته يشتغل في مجال العربيات علشان يصرف على أسرته، لكن مع الوقت حب مهنته بقى بيبدع فيها، ودلوقتي بقى ميكانيكي مفيش زيه اتنين، وأي حاجة في العربية يقدر يصلحها. لحد ما جه اليوم اللي عمل فيه هو عربيته بنفسه. ومن إيه؟ من شوية خردة جمعهم من مخازن العربيات وبس. ولاد أشرف ليهم دور لأنهم كانوا بيساعدوه بأفكارهم لحد ما خلص العربية في شهر وطلعت للنور، وكان اسمها عزة. ومن ساعة ما العربية طلعت لحد دلوقتي وهي عاملة قلبان في بلده، والكل مش مصدق اللي عمله أشرف، وبقت الناس كلها بتتصور معاه وتنزل الصور على السوشيال ميديا، ده غير إنه بيزف العرايس بيها، وكل ده بدون مقابل، رغم إنه اتعرض عليه إنه ياخد مبالغ مقابل ده لكنه رفض. محمد ابن أشرف اللي ساعده في تنفيذ العربية طلع وقال للوطن: إحنا عندنا ورشة ميكانيكا بس فيها كل حاجة زي أدوات لتصليح المواد الكهربائية، ولما عملنا العربية دي كان أصلها شاسيه في الأول خالص، وعملته أنا ووالدي من أوله لآخره. والمفاجأة إنه قال العربية ممكن تتعمل منها كذا نسخة، وعزة معروضة للبيع بسعر يبدأ من 25,000 جنيه ل 35,000 جنيه، وممكن سعرها يزيد حسب الإمكانيات اللي عايزها الزبون. محمد قال عزة أول عربية نعملها وتكلفت 8000 جنيه، بس مش معقول يعني هنبيعها بنفس السعر، لازم نكسب عشان مجهودنا وتعبنا، والتمن يبقى قليل برضو مقارنة بأسعار العربيات العادية، وممكن تاخد أقل من شهر علشان ننفذها حسب الإمكانيات اللي بيطلبها الزبون. ودلوقتي قول لنا، ممكن تشتري عربية زي دي ولا هتقلق شوية؟